للحديث عن التطورات في غزة وتواصل الاحتلال عدوانه على القطاع وسط معارك كبيرة تخوضها المقاومة وتأكيد الفصائل الفلسطينية رفض أي هدنة مؤقتة، معنا من رام الله الكاتب والصحفي الفلسطيني السيد حسام عز الدين، ومن اسطنبول الدكتور مأمون أبو عامر. إذن أبدأ معك أستاذ حسام، الاحتلال يضغط باتجاه هدنة مؤقتة في غزة، لماذا يريد الاحتلال تمرير هذه الهدنة المؤقتة ويؤكد رئيس حكومته رفضه بنفس الوقت وقف إطلاق النار؟ نعم، الاعتقاد أن مطالبة إسرائيل بهذه الهدنة وتقديم مقترحات بهذه الهدنة هو لعدة أسباب. أولها أن القوات الاحتلال لغاية الآن لم تحقق أي من الأهداف التي أعلنتها منذ البداية فيما يتعلق بهجومها الكاسح على قطاع غزة. الشيء الآخر هو الضغط المجتمع الإسرائيلي على مثلا الرهائن، خاصة بعد الحادثة التي لنقل أثرت بشكل مباشر على أجواء الحرب التي تشنها إسرائيلية، مقتل 3 إسرائيليين رهائن على أحد قوات الاحتلال، وأيضا ما أعلن اليوم فيما يتعلق مقتل 3 آخرين على يد قوات الاحتلال. الآن حكومة الاحتلال تعيش تحت الضغط، اولا ضغط المجتمع الاسرائيلي بخصوص خاصه هذه الاسرى المختطفين داخل قطاع غزه، والشيء الاخر هو حجم الصور الهائله التي تاتي من قطاع غزه وحجم الشهداء التي اوقعت قوات الاحتلال غالبيتهم من الاطفال. الصور المروعه التي تاتي من قطاع غزه نتيجه القصف الجوي اليومي لقطاع غزه لم يعد، يعني هذه المشاهد باتت تبكي الحجر قبل ان تبكي البشر. فبالتالي الان الضغط ليس فقط على حكومه الاحتلال وايضا على الولايات المتحده الامريكيه. اسرائيل طلبت من الولايات المتحده الامريكيه فتره معينه لانجاز ما سمته مهمه القضاء على حماس، ولكن على ما يبدو ان وحسب ما يظهر للعالم اجمع بان بعد مرور 76 يوما لا زالت صواريخ عسكر حماس تخرج من قطاع غزه وتصل الى داخل اسرائيل، وكان الجيش الاسرائيلي لم يعمل اي شيء خلال هذه المده. فبالتالي بات واضحا بان الاهداف التي اعلنت وايضا ما اعلنته عفوا ما اعلنه المخطط باسم حركه حماس او كتاب الدين القسام بما يتعلق في قضيه المختطفين، حينما اعلن وقال بانه لا يمكن ان يتم ارجاع اي مختطف حيا. فبالتالي الان بدات حكومه الاحتلال تحت وطاه مجتمعها، تحت ضغط المجتمع الدولي، ايضا بين تحت الطاوله ضغط الولايات المتحده الامريكيه التي بات واضحا لها بانها لم تحقق اي شيء من اهدافها. لذلك هي الان تتجه نحو البحث عن مقترحات، وبالمناسبه لغايه الان الامور غير واضحه فيما يتعلق في مقترحات التابعه اللي هي هدنه انسانيه مثل التي سبقتها، ام سيكون هناك وقف لاطلاق النار، خاصه اذا اخذنا بالاعتبار ما يجري في مجلس الامن. هناك تم ارجاء التصويت على هذا القرار. طيب ابقى معي استاذ حسام، سوف اعود اليك مره اخرى. دعني ان يعني انطلق او ابدا مع الاستاذ مأمون من نقطه يعني الخيارات الموضوعه الان امام المقاومه. نتنياهو وضع المقاومه الفلسطينيه امام خيارين. استاذ مأمون، الى اي مدى ترى او الى اي مدى يعني بالفعل ان خيار الاستسلام مطروح لدى المقاومة التي ترفض الهدنة المؤقتة؟ تحية لك ولضيفك الكريم ومشاهدي الكرام. حقيقة يعني فكرة في الاستسلام فكرة يعني كثير من زمان مناقشتها، ولم يكن هناك حتى نقاش في فكرة الاستسلام، بل فرضت نقاش حول الإجلاء من قطاع غزة. أما فكرة الاستسلام فهذه يعني فكرة يتحدث بها نتنياهو وهو يعرف أن هذه مستحيلة. إذا كان عند النخب السياسية والعسكرية والخبراء في إسرائيل يرون أن فكرة أن تقبل قادة حساب القسام بالخروج من غزة مقابل سلامتهم الشخصية والذهاب إلى صفقة مرفوضة لدى حماس ولدى كتاب القسام، فكيف سيقبل فكرة الاستسلام؟ أعتقد أن هذه الفكرة فكرة خيالية، ونتنياهو يتحدث
في هذا الموضوع من باب الخيال ومن باب حالة من الغطرسة التي تسيطر على النخب السياسية الإسرائيلية، لا سيما أنها تفعل ما تريد بدون أن يكون هناك ضغوط أو من يكبح جماحها خارجيا، وبالتالي هي تريد أن تصعد في خطابها إلى أعلى مستوى ممكن من خطاب لتلبية الحاجات الشعبوية في الشارع الإسرائيلي. نتنياهو هو شخصية سياسية أساسية، الحالة التي حضرت بدون تاريخ عسكري مباشر، نتنياهو صعد بالخطاب الشعبوي، لذلك هو يتحدث من هذا الباب في هذا الوقت الذي هو الشارع الإسرائيلي مشحون في موضوع القضاء على حركة حماس، وموضوع القضاء على حركة حماس يحظى بدعم شعبي واسع في الجمهور الإسرائيلي، وفي ظل الأكاذيب والروايات وتضليل الإعلام الذي يمارس على الجمهور الإسرائيلي وإخفاء الحقائق، أعتقد أن هذا الخطاب يلقى قبولا معينا، لكن شخصية نتنياهو لا تلقى يعني قبولا ولا ثقة في الجمهور الإسرائيلي. نعم أستاذ مأمون، اسمح لي سوف أعود إليك مرة أخرى. نحن طبعا دخلنا في اليوم ربما 77 على العدوان الصهيوني على قطاع غزة، أكثر من 20,000 شهيد قتل في هذا العدوان من الفلسطينيين. يعني أستاذ حسام، ما هي المبررات أو ما المبرر لعمليات التصفية الجماعية؟ عائلات بأكملها تتم تصفيتها، عائلات بأكملها يتم قتلها، حتى الموجودين في المستشفيات في مخيمات يتم يعني تصفيتهم وقتلهم ودفنهم وهم أحياء. يعني هذه الصور يعني التي إذا أراد أحد أن يصفها فهي في قمة الإجرام. هذه المبررات التي يسوقها الاحتلال أثناء عمليته العسكرية ماذا تدل؟ نعم، في البداية يا أخي مثلما قلنا في لقاء سابق بأن المعركة أو الحرب التي جرت في غزة بدأت في 7 أكتوبر، والتقديرات أن انتهت في 7 أكتوبر على الصعيد العسكري، أقول لأن ما جرى في 7 أكتوبر كان بمثابة ضربة قوية للجيش الإسرائيلي الذي يعرف أنه الجيش القوي في المنطقة، فبالتالي الرد على ما جرى في 7 أكتوبر هو من خلال عمليات انتقامية تستهدف كل قطاع غزة، لا تفرق ما بين مقاوم أو غير مقاوم. فيعني أن قوات الاحتلال تقول أو تدعي بأن المقاومين يختبئون في منازل المدنيين ويعيشون تحت الأرض في أنفاق تحت المنازل، لكن حجم الدمار وحجم ما نراه يوميا عبر شاشات التلفزة، لا نرى إلا أطفال ونساء وشيوخ شهداء يسقطون وليس من أفراد المقاومة. اليوم أعلن الناطق باسم قوات الاحتلال بأن منذ بداية كانون أول لغاية هذا اليوم، أي بعد الهدنة الأولى، تم تصفية حسب ما قال تم تصفية أكثر من 2000 مقاتل من المقاومة، لكن لم نرى أي شيء من هذه الصور، خاصة أن الصحافة الأجنبية غير موجودة في قطاع غزة لكي تظهر لنا مثل هذه الصور، وأيضا هم يحاولون قوات الاحتلال تظهر بعض الصور، لو كان مثل ما يدعي فهي تم نشره عبر منصاتهم. أنا أقول إن ما يجري في قطاع غزة واضح للعيان القاسي والداني أن هذه العمليات هي عمليات انتقامية بالدرجة الأولى، وقد يكون خلفها الهدف السياسي لدفع سكان قطاع غزة إلى منطقة الجنوب، وبالتالي تفعيل أي مخطط سياسي قادم يهدف إلى إجلاء أهالي قطاع غزة عن منطقة قطاع غزة عن 360 كيلو مربع، وبالتالي يعني تغيير صورة الشرق الأوسط كما قال رئيس حكومة الاحتلال منذ بداية الحرب. لكن مهما كان الهدف السياسي من وراء هذه العملية، أنا أتفق معك تماما بأن المجازر التي تحدث يوميا والتي نراها يوميا قد تكون هي يعني مجازر القرن التي تجري في أنحاء العالم، وهي ما حركت
كثير من المتعاطفين في دول العالم لأول مرة في التاريخ على تضامن مع أهالي قطاع غزة بداية وردا لهذه المجازر التي تجري كل يوم. بالملخص ما يجري القطاع غزة لغاية هذا اليوم لا يمكن وصف هذا القتل اليومي للأطفال والنساء، لا يمكن القول عنه إلا أنه مجرد فقط انتقام لما جرى في 7 أكتوبر. نعم أستاذ مأمون، بالعودة إليك، عائلات بأكملها مسحت من السجل المدني سواء بسبب القصف أو عمليات الاقتحامات والإعدامات الميدانية، كل هذا يتم أمام أنظار المجتمع المدني. ما خطورة ما يقوم به الاحتلال؟ يعني لا، يعني الاحتلال يعني يقوم بجرائم حرب رسمية. يعني الآن عندنا حوالي 3.5% من سكان قطاع غزة إما قتلوا وإما جرحى. يعني احنا الآن عندما نقول عندنا 20,000 شهيد تم تثبيت أسمائهم، عندنا حوالي 10,000 أو من 8 إلى 10,000 شهيد تحت الأنقاض، خاصة في الفترة الأخيرة عندما فقدت يعني الهيئات والمؤسسات القدرة على العمل، كأن آلاف الجثث تحت الأنقاض يعني، ولذلك العدد يصل إلى حوالي يعني 30,000 الشهداء وليس 20,000 تقديرنا، والجرحى أيضا كما أيضا لا يسجل كل جريح، فلا زال لأن المستشفيات لا تعطي خدمات ولا يسجل إلا الجرحى الذين يدخلون العمليات، فلو كنا معدل التسجيل للعمليات الجراح كما كان في الماضي فنحن عندنا 60,000 جريح. ولذلك يعني نتحدث الآن في قطاع غزة عن نسبة لا تقل عن 80 إلى 90,000 مصاب في قطاع غزة، وهذا يعني أن النسبة المئوية العامة في بالنسبة لقطاع غزة هذه تعادل يعني نسبة كما يقول كانوا يعني ما يقارب من 4% من سكان قطاع غزة إما قتيل أو جريح يعني. فلذلك أعتقد أن هناك كارثة كبرى، وحتى التفاعل الدولي هو غير فاعل يعني، حتى الآن هو في فعالية وتأثير طيب، لكنه غير كافي ولم يشكل الكتلة الحرجة. نعم اسمح لي أستاذ مأمون، فقط في دلالات تصعيد الاحتلال لعملياته واقتحاماته في مناطق عدة بالضفة، اسمح لي أن أنتقل بالسؤال للأستاذ حسام. كيف تقرأ أستاذ حسام سلوك الاحتلال؟ ما الذي يريده من أهداف في قادم الأيام من وجهة نظرك؟ فيما يتعلق بالضفة بشكل عام، أنا فيما يتعلق يجب الإشارة إلى أن قد يكون عمليات القتل التي تجري في قطاع غزة يتم بالجملة، لكن في منطقة الضفة الغربية لا يكاد يمر يوم إلا وفيه قتل بطريقة بالمفرق. يعني الآن أنت تتحدث عن أكثر من 300 شهيد سقطوا ما بعد 7 أكتوبر وبطريقة بطرق يعني لا تقل إجراما عام عن الطرق التي تجري في قطاع غزة. قوات الاحتلال الآن مثل ما قلت لك في البداية في 7 أكتوبر كانت هي لقمة كبرى، فبالتالي أصبح في الدعم الأمريكي الذي ساند ظهرها أصبحت الآن أيديها مطلقة للقيام ولفعل أي شيء. ما أنا أتحدث كإعلامي عن كل كافة الصور والفيديوهات التي تصلنا من جميع مناطق الضفة الغربية ومن قطاع غزة، لا تختلف جميع لا تختلف إجراما عن الصورة العامة لما تقوم به قوات الاحتلال. هناك صور يعني نشرت لقتل أطفال على الهواء مباشرة في الضفة الغربية لمجرد أنه مر من جنبه جيب عسكري إسرائيلي، فبالتالي باتت اليوم قوات الاحتلال مطلقة اليدين لأولا لرد لممارسة الانتقام ولدب الرعب في نفوس الفلسطينيين الذين حسب النظرة الإسرائيلية لهم أنهم كرهوا لما جرى في 7 أكتوبر. فبالتالي عوضا عن عمليات القتل التي جرت بعد 7 أكتوبر في الضفة الغربية لا يكاد أيضا يمر يوما دون اعتقالات. الآن أكثر من حوالي 4,000 فلسطيني تم اعتقالهم أطفال ومنهم نساء، ف
تم يتم اعتقالهم بشكل ليلي والتحقيق معهم. هناك اقتحامات يومية لكل القرى، المخيمات، للمدن، ويتم تجميع سكان هذه القرى في مقر معين والتحقيق معهم ميداني. يتم اعتقال من يتم اعتقاله، ويتم اطلاق سراح من يتم اطلاق سراحه. بالمجمل الحمله الاسرائيليه هي تشن ليس فقط على قطاع غزه، برغم انه لا يعني لا يوجد مثال لما يجري قطاع غزه، وانما تشن ضد كل ما هو فلسطيني سواء في الضفه الغربيه او قطاع غزه. نعم، اسمح لي ان انتقل للسيد مامون. سيد مامون، امام عمليات الاباده الممنهجه، الى اي مدى تتحمل الدول الغربيه، الى اي مدى تتحمل الولايات المتحده مسؤوليه ما يجري ومسؤوليه الجرائم التي يقوم بها الاحتلال؟ الامريكان هم شركاء والدول الغربيه شريكه في هذا الجريمه. في المقام الاول الولايات المتحده هي توفر الغطاء السياسي والغطاء الاخلاقي، ان تبرر كل شيء. يعني لما عندما يخرج الرئيس الامريكي يتبنى الروايه الاسرائيليه ان الفلسطينيين قتلوا ذبحوا الاطفال وحرقوهم، ثم يتبين بعد ذلك يتبرأ من الجريمه من الحديث. عندما يقتل المدنيين يخرج جاك سوليفان مستشار الامن القومي الامريكي يقول ان اسرائيل ستتخذ اجراءات غير مسبوقه في حمايه المدنيين، ونحن نتفاهم معهم مثل كل امر، وانا لا اعتقد ان اسرائيل تستهدف المدنيين. كل هذا العدد الذي قتل من المدنيين واسرائيل تستهدفهم، فكيف كان لو استهدفتهم؟ يعني فامريكا تغطي على تغطي سياسيا، تغطي امريكا تمد اسرائيل يعني جسر جوي ممدود الى اسرائيل يوميا، في كل يوم لا يقل عن 5 أو 6 طائرات نقل امريكيه تنقل السلاح. اخرها كان قذائف الدبابات ابقى معي أستاذ مامون، سوف أعود إليك مرة أخرى. أستاذ حسام، هل بات مقنعا أو مفيدا استمرار الاحتلال بالحديث عن ضرورة تحقيق أهدافه، لا سيما القضاء على المقاومة بغزة بعد هذا العدد الكبير من الضحايا الفلسطينيين، والذي أدى بالفعل إلى يعني تحول الرأي العام العالمي ضد إسرائيل وفي مواقف يعني متعددة ولصالح الفلسطينيين؟ نعم، اذا لم يكن هناك من يدعي اسرائيل بشكل فعلي لوقف هذا الاجرام الذي يجري قطاع غزه، فتقديري انه ليس هناك ما سيمنع اسرائيل من مواصله عملياتها العسكريه على اهلنا في قطاع غزه. الان الحديث يتم عن محادثات تجري في القاهره عن وصول قاده قيادات من حركه حماس والجهاد الاسلامي، كان الحديث عن هدنة أو مقترحات مقدمة على الطاولة، وهناك أيضا يجري في مجلس الأمن. الآن إذا تمكن مجلس الأمن، ولغاية الآن الجميع يدرك تماما استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقد الفيتو، منع مرتين من إصدار قرار بوقف الحرب في قطاع غزة، هناك تم تأجيل هذا التصويت على هذا القرار 3 مرات. وعلى ما يبدو أن هناك أن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع باتجاه أن لا يتم التصويت الآن على هذا القرار لكي لا تجلس أو قد لا تتضح صورتها بشكل أكثر سوءا مما مضى. فبالتالي أنا بتقديري إذا لم يكن هناك موقف دولي حازم وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية، فإن إسرائيل لن تتوقف على مواصلة عمليات القتل، لأن وذلك مرتبط أصلا بوضعية رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، الذي وقد يكون هو الوحيد في العالم الذي قد تكون استمرار الحرب لمصلحته الشخصية، خاصة أنه في حال توقف الحرب هناك تقديرات من الإسرائيليين بأنه سيذهب طيب. قضايا. اسمح لي سؤال حسام، لنتحدث ننتقل مع السيد مامون لنتحدث عن أهمية التوتر الموجود بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو. هناك بالتأكيد بطبيعة الحال هناك توتر موجود يعني ملاحظ إعلاميا. إلى أي مدى تعتقد أنه بالإمكان سيد مامون يعني تواصل الدعم الأمريكي إلى المرحلة التي يريدها نتنياهو في وقت تؤكد كندا أن إسرائيل ستخسر دعمها الأمني والدبلوماسي على المدى الطويل؟ أنا أعتقد أنه العلاقة ما بين العلاقة والموقف الأمريكي هنا ميز ما بين الموقف الأمريكي تجاه نتنياهو وتجاه إسرائيل.
بايدن يصرح انه صهيوني وليس بالضروره ان تكون يهوديا حتى تكون صهيونيا، وقال انه لم تكن اسرائيل اخترعناها. بالتالي هو يدافع عن اسرائيل بقلبا وقالبا وعن بقاء اسرائيل، ويدرك ان ما حدث في 7 اكتوبر هزه عميقه في الكيان الصهيوني، ولذلك هو يدعم اسرائيل، لكنه يختلف مع نتنياهو بالتفاصيل وليس بالمجمل يعني. فلذلك الخلاف هو اصلا شخصي ما بين الرجلين، بسبب نتنياهو كان ما له مواقف من الحزب من حكومه من عهد اداره الرئيس الامريكي اوباما، وبايدن عندما كان في عام 2009 في مديره لاسرائيل قام نتنياهو يعني نكايه في بايدن كان نائبا للرئيس بالاعلان عن اقامه مستوطنات في القدس. وهذا طبعا يعني كان لطمه شخصيه، ولذلك العلاقه الشخصيه هي السيئه بيناتهم، لكن الاداره الامريكيه مختلفه معه لكن متفقه مع اسرائيل في الحرب واداره الحرب للقضاء على حماس وتضييع حقوق الشعب الفلسطيني، وتتبنى الرؤيه الاسرائيليه ان لا تكون حماس موجوده في المشهد، لكنها تختلف معها في تفاصيل بعض التفاصيل التي يعني تحرج الرئيس الامريكي في الانتخابات في ظل انتظار يعني العام الانتخابي الذي ينتظره. ولذلك هنا المشكله، وليست لا توجد مشكله اخلاقيه عندها عند بايدن تجاه ما يحدث، هو مشكلته في الانتخابات لو يكون هناك تحضير الانتخابات وتراجع اسهم بسبب موقفه من قضيه غزه لما كان وجدنا هذا الخلاف اصلا بين الرجلين يصعد الى السطح يعني. نعم، ابقى معي استاذ محمود. استاذ حسام، ما هي السيناريوهات المطروحه او السيناريوهات المتوقعه اليوم في ظل هذا التراجع للاحتلال الذي فشل باستعاده اسراه؟ معادله الكل مقابل الكل الى اي مدى تراها مهمه للشعب الفلسطيني؟ طبعا الشارع الفلسطيني وايضا المقاومه الفلسطينيه قد تكون هو هذا الهدف الرئيسي لما جرى وما لا زال يجري، على اعتبار بان مساله الاسرى الفلسطينيين على مدار السنوات الطويله يعتبر مساله الاسير الفلسطيني مسابقه رمزيه للعمل الفلسطيني بشكل عام. فبالتالي التقديرات هناك الكثير التي انت تتحدث الان عن اكثر من 8000 اسير فلسطيني مع عائلاتهم في انتظار تحقيق شيء ما، خاصه هناك المحكومين مدى الحياه. اذا انت تتحدث عن هناك 10 فلسطينيين يعني حكم صدرت حكم احكام لا تفورها العقل، انت تتحدث عن احد الاسرى على سبيل المثال حكم 5200 سنه، هناك اسرى محكومين اربع مؤبدات يعني اكثر من 100 عام. فهؤلاء اهالي هؤلاء الاسرى شيء طبيعي ان يعني يكونوا في انتظار ان تحقق هذه ما يجري في قطاع غزه من حقوق لهم، ما يعملوا بان يروا اولادهم. وفي نفس الوقت هناك عائلات تقول بانه يعني صحيح ان الثمن قد يكون قاسي على اعتبار انها لا تتعدد عن شهيد سقطوا مقابل افراد اطلاق سراع الاسرى، لكن الجميع متفق ويدرك تماما بان هذه حياه الشعب الفلسطيني بشكل عام. لكن بالمجمل اخي استطيع القول هنا بان هذه الحرب يعني قد تكون في اخر بعد وقوفها قد تعطي شيء جديد على فيما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه بشكل عام، خاصه وان هناك الجميع بدا يدرك تماما بانه لابد من انهاء هذا الصراع بطريقه ما. شكرا استاذ حسام عز الدين الصحفي الفلسطيني، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، وشكر موصول للدكتور مأمون ابو عامر المحلل الفلسطيني كان معنا عبر الهاتف من اسطنبول.